مريت بظرف سيء جدا في حياتي 2019، من كان من أخيب السنوات في حياتي. عسلامة واضح، معكم عبير عبد الملك، أستاذة لغة إنجليزية، صاحبة الصفحة المعروفة عيش إنجليش، يتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة مريحة هكا وفيها برشا فكاهة. I'm also looking for a shirt but without hands. No hands. You mean a sleeveless shirt. الفكرة جيت نص انسبيري من نوعية متاع المحتوى التعليمي هذا متاع تعليم اللغة الإنجليزية، اللي قابلني عند واحد طلياني يعلم في اللغة الإنجليزية. الأسلوب متاع كالفوكيهي ونقري في نفس الوقت الحقيقة ما كانش انسبيري من حتى حد، ما حاجة أنا هكا عملتها وحدي. الناس ما عادش تقولوا لصغاركم دادا، كي تجيبوا عيال قولوا لهم قولوا بابا. كنت مريت بظرف سيء جدا في حياتي 2019، ما كان من أخيب السنوات في حياتي. كنت وحيدة، كنت متأزمة، كنت مكتئبة. كي دخلت السوشيال ميديا دخلت هكا عندي شحنة، عندي هكا كل كبت هكا برشا ستريس، وحبيت نخرجه في شكل محتوى ولا كيفاش، وليو الفولورز متاعي كيما صحابي كيما أصدقائي. الحس متاع الوحدة تنحى، يعني كنت تمشي في الشارع الناس تشكرك وتقول لك يعطيك الصحة وكا سبيشال تريتمنت هذيك اللي تلقاها. فأنا قاعدة نشوف الجانب المشرق متاع الشهرة إلى حد الآن، وإن شاء الله ديما هكا معناتها. أمنت بيا عائلتي، أمي وبابا من أول فيديو، أمن بيا خطيبي، إصحابي، الناس الكل أمنت بيا، ما تحاربتش أنا. كل طبيعة المحتوى متاعي soft، إنسانة تدرس لغة إنجليزية معناتها، ما فماش حتى أذية ولا ما فماش buzz. I have a company. أنا عندي شركة. I have company. أنا مش وحدي. البالانس ينكذب عليك، أنا أقول لك بلين لقيته. فما حاجات على حساب حاجات، فما أيامات نخليهم للتدريس وأيامات لصناعة المحتوى. فبالحق معناتها صناعة المحتوى تنجم تقول باللي هي ساعات تكون على حساب حياتك الاجتماعية. سر النجاح أنك أنا سبونتاني ومانيش قاعدة ننتحل في شخصية ولا لا، هذيك هي أنا be yourself. فديما الإنسان يكون عنده ثقة بروحه وثقة بذاته ويعرف اللي هو ينجم يوصل من غير ما يحاول انه هو يغير حتى شيء في روحه. يبدا اذا شعرك بني you are a brunette، وقت اللي يبدا شعرك chocolate you are a brunette. اللغة الإنجليزية مهمة جدا في حياتك باش تعيش في العصر هذايا وتواكبه، انت مطالب انك انت تتسلح برشا ادوات منهم اللغة الإنجليزية، فاعطيوها قيمة راكم انتم باش تستفيدوا منها اكثر من اي حاجة. ميرسي على الاستضافة في واضح، ربي يخليكم ليا، وميرسي بوكو على المساعدة متاعكم، على الدعم متاعكم، وعلى كل مشاهدة تعطيوها لي، أنا من غيركم ولا شيء. ونتمنى أني أنا نكون في عند حسن ظنكم، أني أنا نقدم لكم محتوى ما أحسن. فثانك يو سو ماتش وشكراً.